وهذا السؤال يجب أن يطرح على الناقد الذي كتب شاعر لا يهادن ويتناول فيه بعض النصوص في دراسة تحليلية، فاختار أن يكون عنوان دراسته هو شاعر لا يهادن. قد رأى ربما في شخصي أنني لا أهادن بمعناها الثقافي وليس بمعناها القدحي، وهو لا يهادن مناضل شاعر يعني لا يكل ولا يمل. ربما هذه قراءة، أنا حاولت أن أشرح ما يريد الآخر قوله، يعني سي محمد جعفر هو صاحب النص شاعر لا يهادن. سقوقاد هو مجموعة شعرية جماعية مشتركة بين ثلاثة أشخاص، محمد كوبري وحميد بركي وعبد ربي. حاولنا أن نجمع هذا ونطبعه في كتاب، نجمع النصوص ونطبعه في كتاب. في هذه الفترة كان غالي، يعني الثمن باهظ، لأن باش تطبع كتاب 150 ألف ريال في هذاك الوقت. ومع ذلك خدعنا الطابع، خرج لنا شي أخطاء بطبعية إلى آخره. مع ذلك حينما طبعنا الكتاب وبدأنا بتوزيعه، أحدهم كتب عنا في هذه اللحظة بأننا نحن نستحق محكمة أدبية، لدينا أخطاء كذا. ولكن جاء من ينصفنا اللي هو الدكتور محمد عزيز الحبابي، كتب مقالة عنوانها مغربيون من نوابغ القرن 21، وأنصفنا في ذلك المقال الذي نشرته جريدة العالم في الصفحة الأخيرة، أخذت الصفحة كاملة. وانطلقنا، يعني كانت انطلاقة. الفكرة ديال الانتشار الواسع الذي عرفته جامعة المبدعين المغاربة التي أسستها وأترأسها لحد الآن، جاءت فكرة يجب أن أناضل، لأنني أنا الآن اشتغلت عربيا واشتغلت وطنيا، لماذا لا أخوض تجربة عالمية؟ فعلا خديت كتجربة وناضلت ونجحت الفكرة، لأن طبعا ثلاثة أعمال عالمية مشتركة كأنطولوجيات لشعراء عالميين، كل أنطولوجية أخذت أكثر من 50 شخص من كل دول العالم. وفعلا أصبح للجامعة صيت، الآن يراسلون هنود من بنغلاديش، باكستان، آسيا، من أمريكا، من أمريكا اللاتينية، من يعني إيطاليا، من مجموعة دول راسلونا ليشاركوا في الأنطولوجيات القادمة. وهذا انتشار جميل. وأيضا أخذت أعمالي وترجمت إلى أنطولوجيات أخرى عالمية، كأننا خلقنا شبكة دولية من المغرب انطلقت لتعم العالم إنسانيا. نحن خصوصا نحن نعيش في وطن مسالم ويبحث عن السلم، لماذا لا نكون نحن أيضا ننشر هذا السلام في العالم بكتابة، لأن الكتابة لها وقوة. إنسان إذا كان إلى لقيته عنده موهبة وكيكتب، أنا هذا هو الدور ديالي كمثقف، يجب أن أستقطبه للشعر، وإذا استقطبناه إلى الشعر
فقد أخرجناه من بؤرة التطرف. يعني الشخص خصنا نعطيه قيمته، خصنا نقولوا لي انت راك شخص مهم، خصك تكون كاتب انت، حتى ماشي الدور ديالك هو هذا، حتى الدور ديالك راه كاتب. اذا طبع عملا سيصبح حتى هو يتأنق ويدير الشابو ويقول انا كاتب، يعني غادي يفتخر، ثم غادي يتجه لشي انحراف اخر. انا هذه تجربتي، لان بزاف ديال الشباب نجحنا في اخراجهم من بؤر الضعف النفسي و الانسان تيكون غادي ينحرف، تلقى راسو بانه تيكتب ما كيبقاش ينحرف. ماذا تقصد بالتطرف الاول؟ معروف التطرف الاول اللي هو الارهاب، التطرف الثاني اللي هو عكسه كيمشيو الانحراف لانكول، يعني هذا هو البليه والشفره وكريساج. لهذا نحن هنا لنحارب هذا الذكاء الاصطناعي، ونقول له بأن الكتاب الورقي هو الأهم. والحمد لله، لأننا كل سنة كنطبعوا واحد العدد ديال الكتب الورقية، بمعنى أننا ننتصر للكتاب الورقي وننتصر للحياة الأدبية الواقعية وليست الافتراضية. الحمد لله، أنا أشكر كل من قام من بعيد أو قريب بإنجاح هذا الحفل، خصوصا الذين دعوني، السيدة ابتسام والعلاقات اللي عندنا في أكادير، وتشرفت بهم وعن حسن استقبال. والحمد لله أنا جيت سعيد كوني كنت بين أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في هذا اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.